الرحمن الرحيم. من دعاء كميل بن زياد النخعي الذي علمه علي أمير المؤمنين قال: وبسلطانك الذي على كل شيء. أسأل الله تعالى أن يلهمنا فهم الدعاء حتى يكون الدعاء واسطة في الفيض الإلهي بيننا وبين الله تعالى، ويكون الدعاء قربانا ومعراجا لنا إلى الله. ولا يتحقق أيها الأحبة هذا القربان وهذا الفيض من دون معرفة المعنى. ومن هنا كانت فكرة تفسيرنا لدعاء كميل في كل ليلة جمعة. نحن نتحدث عن فقرة واحدة من دعاء كميل، ونشرح هذه وهذا المقطع، ويكون إن شاء الله فيه استفادة للمؤمنين والمؤمنات. في هذه الليلة نتحدث عن قوله: وبسلطانك الذي على كل شيء. ما هو السلطان الذي على كل شيء؟ ماذا يعني السلطان؟ السلطان أولاً مصدر، مثل الغفران، مثل الطغيان، مصدر من السلطنة والتسلط. بسلطانك يعني بسلطنتك، يعني بتسلطك. طيب، هذا مصدر، ولكن ما معنى سلطانك؟ هناك أربعة تفاسير لكلمة سلطانك. التفسير الأول يقول: السلطان يعني الغلبة والقوة. سلطانك الذي على كل شيء يعني يا الله بقوتك وقدرتك وغلبتك على كل شيء، أنت الغالب القوي الذي بيدك كل شيء، فأنت أعلى سلطة، أي أقوى قوة، أي أغلب الغالبين. نعم، الله سبحانه وتعالى أقوى قوة وأقدر القادرين على الشيء. فبسلطانك الذي على كل شيء، يعني كل شيء مقهور ومغلوب لقوتك وقهرك وغلبتك. يا الله أنت الغالب، كما يقول المثل: الله الغالب. نعم، الله القاهر، الله الغالب على كل شيء. إذن هذا المعنى الأول. وبهذا المعنى بعض الآيات القرآنية، مثلا يقول الله تعالى: وقد جعلنا لوليه سلطانا. الولي له السلطان. من هو الولي؟ يعني عندما هذه الآية تتكلم عن ولي الدم، إذا قتل إنسان فقد جعلنا لوليه سلطانا، والله يقول: فلا يسرف في القتل. نعم، فالولي عنده سلطان، يعني عنده غلبة، عنده قوة. لماذا عنده غلبة وقوة؟ لأنه هو ولي الدم، هو يستطيع أن يغفر، هو يستطيع أن يقول خلاص ما أريد شيء، وهو يستطيع أن يقول الآن أعدموه، لأنه هو القاتل مثلا. نعم، فهو الغالب وهو القاهر، ولذلك هو اسمه الولي. نعم، الولي القاهر. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
وكذلك الله تعالى يستخدم كلمة السلطان في مكان آخر بهذا المعنى، عندما يقول إن استطعتم أن تنفذوا، نعم، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني شنو بهذا المعنى؟ يعني القوة. وأنت تعرف الآن أجهزة الصعود شنو؟ أجهزة تحتاج إلى القوة وإلى كم من هائل من القوة والقدرة التي هي موجود في هذا الجهاز. لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة. لأن تفسير آخر لهذه الآية يقول تفسير الثاني سلطان يعني العلم، لا تنفذون إلا بسلطان يعني لا تنفذون إلا بعلم، وهذا هو المعنى الثاني من السلطان ولسنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. طيب، هذا المعنى الأول، سلطانك الذي على كل شيء، يعني قوتك وقهرك الذي يغلب كل شيء. المعنى الثاني سلطان الله يعني ولاية الله. الله هو الذي كما تقرأ في القرآن الكريم الله ولي الذين آمنوا، نعم، طبعا الله ولي كل شيء سواء المؤمن وغير المؤمن، لكن المهم في المؤمن أنه هو يسلم ولايته إلى الله تعالى، نعم، وإلا الله ولي كل شيء، نعم، الله بيده الولاية المطلقة. الولاية المطلقة كما يعبر عنها هي لله سبحانه وتعالى. ولاية رسول الله ليست ولاية إلا نابعة من ولاية الله تعالى، الولاية لله، نعم، الله ولي الذين آمنوا، ولاية الرسول نابعة من ولاية الله تعالى. ولاية الإمام أمير المؤمنين كما يقول القرآن الكريم، ماذا يقول القرآن الكريم عن علي بن أبي طالب؟ هناك آية في القرآن، نعم، نعم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه مسألة ثابتة لكل المسلمين وكل المفسرين أنه لم يكن أحد يقدم الزكاة في ركوع صلاته إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، كما هو مشهور بين جميع المفسرين، نعم، ولذلك قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. طيب، إذن سلطان وبسلطانك الذي على كل شيء يعني بولايتك المطلقة. نحن قلنا ولي الدم عنده سلطان ولكن ليس سلطانه كبير، نعم، ولايته محدودة. الأب له ولاية، أنت عندما يكون عندك ابنة، نعم، الفتاة لا يجوز زواجها من غير إذن الأب، تعرف هذا المسألة، نعم، إذا كان الأب غير موجود الجد يجب أن يأذن، الولي يجب أن يكون بإذن الولي زواجك من الفتاة الباكرة، نعم، الولي الأب له ولاية، الجد له ولاية، المرجع له ولاية. الآن هناك كلام حول مقدار ولاية المرجع بين مراجعنا، كلام حول هذا الموضوع، لكن بالنتيجة المرجع له ولاية، نعم، وهكذا وكيل المرجع له ولاية، عدول المؤمنين لهم ولاية. إذا مثلا الآن توفى الله سبحانه وتعالى أحدهم ولا يوجد أحد، لا يوجد أحد من أقاربه، من له ولاية؟ وكيل المرجع له ولاية. إذا لم يكن في المنطقة وكيل للمرجع، من له الولاية؟ عدول المؤمنين لهم الولاية. لاحظوا هناك ولاية، ولكن الله هو السلطان المطلق والله هو الولي المطلق. هذا المعنى الثاني للولاية للسلطان. المعنى الثالث للسلطان المعنى اللغوي. ماذا يعني السلطان؟ يعني مثلا سلطان المملكة العربية، سلطان مثلا عمان، سلطان هذا السلاطين، هذا هو السلاطين الذي، طيب الآن شنو الله سبحانه وتعالى مثله مثل هؤلاء السلاطين؟ يعني شلون؟ في الحقيقة هؤلاء السلاطين لعبة، مع احترامي إلهم، يعني هؤلاء لعبة أطفال، نعم، اليوم سلطان وغدا شنو؟ وغدا يعني أحيانا يكون عبد،
ويكون في السجن. نعم ويكون في السجن. الآن بعض السلاطين، لا نذكر الأسماء نحن، الآن بعض السلاطين في المحكمة، وهناك قضاء وهناك محكمة وهناك لا ندري هل يكون لهم إعدام أو يكون لهم سجن مؤبد، نعم، للجرائم التي ارتكبوها. نعم هؤلاء السلاطين لعبة أطفال، بالعكس لعبة الأطفال أجمل. لماذا؟ لأن يلعبون الأطفال، أنت وزير وهذا وزير وهذا رئيس وهذا سلطان، لكن كله لعب، ما في مشاكل. لكن هؤلاء عندهم مشاكل، مشاكل في الدنيا ومشاكل في الآخرة. نستجير بالله من مشاكل السلاطين في الآخرة. لكن سلطان السلاطين هو الله سبحانه وتعالى. نعم سلطان بالمعنى الحقيقي، هذا المجازي، المعنى الحقيقي للسلطان هو الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس يسمون في المعنوية أيضا سلطان، مثلا علي بن موسى الرضا عليه السلام شنو لقبه؟ نعم السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام، أعطي هذا اللقب من سلطانه المعنوي وليس من سلطانه المادي، لأن الإمام الرضا لم يقبل الولاية، وإنما فرضت عليه ولاية الحكم، فرضت عليه فرضا وجبرا. طيب إذن هذا المعنى الثالث من السلطان. وهناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن هذا المعنى السلطان، ولكن الآن نحن نختصر هذه المرحلة. المعنى الرابع للسلطان سلطنة الحجة والبرهان، هذا المعنى الرابع من السلطان. عندما الله سبحانه وتعالى يقول شنو؟ يقول في القرآن الكريم: فلله الحجة البالغة، في قصة موسى وهارون، ويقول: ويجعل لكما سلطانا. يعني شنو سلطانا؟ يعني موسى يأخذ موقع فرعون؟ لا، مو هذا معنى يجعل لكما سلطانا. يجعل لكما سلطانا يعني يجعل لكما حجة، يجعل لكما برهان، يجعل لكم منطق، نعم يجعل لكم الغلبة الفكرية. وأنت تعلم أنه لماذا يسمى الحجة حجة؟ نعم لماذا يسمى الحجة حجة؟ لماذا يسمى صاحب الحجة والبرهان بالسلطان؟ لأنه يغلب على الطرف الآخر بمنطقه وببرهانه وبدليله وبالآية التي. وسمي أئمة أهل البيت حجج الله، لماذا؟ لأنهم أيضا لديهم حجة الله تعالى وبرهان الله تعالى. هناك كلمة جميلة قرأتها أقرأها لكم، قرأت في بعض العبارات الجميلة، قال عن سلطنة أئمة أهل البيت، قال: هم كما في الدعاء في زيارة الجامعة الكبيرة: أدلاء على صراطه وحججه على عباده، وأدلاء على صراطه وحججه على عباده، فهم حجج على بريته. لماذا؟ لأنهم أولا واسطة الفيض الإلهي. واسطة الفيض الإلهي شنو معنى واسطة الفيض الإلهي؟ هذا بحث شوي معمق، لكن أختصر لكم. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله: قال: لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك، بيمنكم رزق الورى، بيمنكم يعني ببركتكم رزق الورى. من رزق الورى؟ الورى يعني شو؟ يعني كل الناس، حتى الكافر يرزق ببركة محمد وآل محمد. ولذلك في مقطع آخر من دعاء من زيارة الجامعة يقول: بكم ختم الله، بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيث،
أي غيث؟ مطر؟ لا، مو بس مطر، غيث الرحمة، الفيض الإلهي. نعم، وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. عندك هام؟ بكم ينفس الهام ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. نعم، فإذا هم واسطة الفيض الإلهي، واسطة الجود الإلهي، هذا معنى من الحجة الإلهية. المعنى الثاني أن كما يقول الفلاسفة عقولهم الكامنة حجج على العقول، أقوالهم الشافية حجج للمحبين، أفعالهم حجج للمسترشدين. يعني شنو؟ هم السلطان. بمعنى شنو؟ بمعنى أنهم حجة الله. الآن أنت تريد أن تعرف ماذا يريد الله في عباده. اليوم الحمد لله رب العالمين أبشركم، أتتنا أخت فاضلة فرنسية، نعم، وهي سمعت بعظمة الإسلام وسمعت بعظمة القرآن الكريم، وتحدثنا معها وفي النتيجة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندما أسلمت هذه الأخت، وأنا في شرحي لها طبعا قلنا أن الأديان الإلهية كلها تحترم بعضها بعضا. نعم، المسيحية تحترم الإسلام كما نجد في الإنجيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحترم كثيرا عيسى بن مريم، والقرآن يذكر عيسى بن مريم 25 مرة. نعم، هناك سورة في القرآن الكريم باسم مريم سلام الله عليها، الله تعالى يجعلها مثلاً للمؤمن في القرآن الكريم، ضرب الله مثلاً للذين آمنوا مجموعة منهم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم، ولكن في الحقيقة اليوم لم يبق لنا لحياتنا الاجتماعية والاقتصادية في الإنجيل ما يكفي للحياة. أنا قلت لهذه الأخت أنت ابحثي، وأقول لكل الشباب، أقول لكل الإخوة، خاصة الحمد لله في مجلسنا الشباب، علينا أن نبحث ونقارن ونفرح أن نعطي علم القرآن للمسيحيين. يا أخي الآن ما يردون يأسلمون، هذا رأيهم، لكن فليأخذوا القرآن. أنا أجتني مجلة في الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين ثلاثة تقريبا، المجلة مجلة مسيحية، لكن وجدت فيها كما من الاستفادة من آيات القرآن الكريم. أنا أعجبت بهذه الفكرة حقيقة، هذا جيد. لو فرضنا أن الإنسان منهم لم يعتنق الإسلام، ولكن نفس أنه شنو؟ أنه يقرأ الآيات القرآنية، هذه العلوم وهذه الحضارة الإسلامية الموجودة في القرآن الكريم غير موجودة في الإنجيل. خلينا نكون صريحين، أنا قلت لهذه الأخت اليوم واستغربت الكلام، قلت الآن بين يديك الإنجيل وبين يديك التوراة وبين يديك الزبور وبين يديك القرآن، أنت راجعي، مجموعة من القصص الجميلة موجودة في هذه الكتب السماوية والقضايا الأخلاقية، لكن هل تجد عن الاقتصاد؟ عندك في الفكر الإسلامي شيء متكامل عن الاقتصاد يا أخي. البنك اللاربوي في الإسلام، محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، هذا الكتاب ثمين، هذا الكتاب أعطيه للفرنسي، أعطيه لغير الفرنسي، أعطيه للناس. اقتصادنا، هذا الكتاب الثمين، كذلك باقي ما تتطلبه الحياة الإنسانية، القضايا الاجتماعية،
أخت فاضلة البارحة تكلمت لنا من طالبات الحوزة بارك الله فيها، قالت وجدت في بعض الكتب أن المرأة كانت تحرق عندما يموت زوجها. تخيل، تخيل المرأة تحرق لأن زوجها مات، الآن هي تحرق. الآن أنا ما أتذكر، لكن قلنا للأخت إن شاء الله تجيب لكم المقال، وأيضا هذا المقال سيترجم باللغة الفرنسية إن شاء الله. نعم، بعض الحضارات التي تسمي نفسها حضارة حتى في غيرها، بعض الحضارات بعض الأديان، أنا لا أريد الآن أذكر بدون مستند تاريخي، بعض الأديان تحرق المرأة، المرأة ما إلها قيمة الحياة. طيب الآن هذه الكتب السماوية التي تكتب أن المرأة من ضلع الرجل لها من الخسة، تقول هذه الأخت الفاضلة أنه قبل أن نتعرف على الإسلام كانت المرأة تنظر إلى نفسها أنها شنو؟ أنها جزء. أتى القرآن الكريم ليقول خلقكم من نفس واحدة. سبحان الله، شوف عزة المرأة في الإسلام. هذه المسألة يجب أن تفهم لدى الإنسان المسيحية، لدى الإنسان المسيحية، لدى الإنسان اليهودية، قيمة المرأة في الأديان السماوية. هذا مو موضوعي، ولكن أحببت أن أذكر من باب المثل. نعم، ولذلك هذه الأخت الفاضلة اعتنقت الإسلام بإيمان وباعتقاد، اعتنقت الإسلام، قالت أنا مستعدة. قلت لا لا، أنا ما أقبل، أنا ما أقبل إلا أن تقبل الإسلام بعد أن تقرأي وتناقشي وتكون عندك الأسئلة وتكون عندك الأجوبة. ولذلك أيها الأحبة، الحجة، من هم الحجة؟ ببركة من الحجة؟ أنا أقول لكم ببركة محمد وآل محمد. واقعا أنا ما أبالغ لكم، أنا الأسبوع الماضي قرأت لكم قصة تناسخ الأرواح، الأرواح الشريرة والأرواح الخبيثة وهذه الأراجيف التي موجودة. أنت انظر في كتب التاريخ تجد أن الذي أجاب على هذه المعضلة هو الإمام علي الرضا عليه السلام في حديثه مع المأمون العباسي. فكرة تناسخ الأرواح، هذه الفكرة التي بعضهم قال هذه فكرة فلسفية، لا فلسفية ولا هم يحزن، هذه الفكرة التي أخذت فكرة كثير من البشر في الهند وغير الهند. نعم، هذه الفكرة الإمام علي رضا بكل سهولة عالجها وبترها وقطعها وقضى عليها. الإمام علي رضا، اقرأ أنت مناقشات ومجادلات علي رضا عليه السلام مع الجاثليق. أنت الأئمة عليهم السلام ما تقعد وتقرأ لهم بكاء وتبكي فقط، هذا مو كافي، هذا مو كافي. نحن نبكي للحسين، نبكي للرضا، نبكي، هذا مو كافي. هم أئمة ليكونوا حجج، أدلاء على صراطه، حجج على عباده. ولذلك عندما يقول الموالي لأهل البيت أشهد أن عليا حجة الله، شنو معنى عليا حجة الله؟ هذا هو معنى عليا حجة الله، أنه مع وجود علي يمكن لك أن تفهم من خلال نهج البلاغة ومن خلال علي وفكر علي وكتب علي وأحاديث علي وأبناء علي، يمكن أن تكتشف العلوم والبراهين الإلهية. الله تعالى يقول سنريهم آياتنا، أنا الآن ما عندي فرصة، الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب هذه آية قرآنية أليس كذلك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وين الشرح لهذه الآية؟ ها؟ وين شرح الآية هذه؟ أنت عليك أن تقرأ نهج البلاغة، أنت عليك أن تقرأ كتاب توحيد الإمام الصادق الذي كتبه الصدوق موجود في المكتبة،
المسمى بكتاب توحيد الصدوق. عند ذلك تسمع الإمام الصادق يشرح لك عن عينك الله أكبر، وعن سمعك، وعن قلبك، وعن فلسفة أنفك. هذا الأنف شنو فلسفته؟ هذه الحواجب شنو فلسفتها؟ كل هذه تجدها في الآية القرآنية كبيرة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن وين ترجمت هذه الآية الشريفة؟ وين تفسيرها؟ موجود في أئمة أهل البيت. الإمام الهادي، نختم بذكر قصير للإمام الهادي عليه السلام. هذا الإمام الذي هو الإمام العاشر لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، كان عنده هذه الحجة رغم المضايقات التي كانت عنده. الإمام الهادي كانت عليه مضايقات. أنا الآن لست في ذكر مضايقات الإمام الهادي عليه السلام، ولكن هل أقول لك كم مرة حاولوا أن يقتلوا الإمام؟ مرة من المرات أتوا بالإمام إلى موقع الأسد والحيوانات المفترسة، كانت حيوانات مفترسة موجودة في موقع، تعرف في كل العالم موجودين هذا الشيء. أتوا بالإمام وضعوه في هذا الموقع حتى تأكله وتقتله الحيوانات المفترسة، ولا يبقى من الإمام حتى لحمه صلوات الله عليه. هذه كانت نيتهم. بمجرد أن رموا الإمام إلى موقع الحيوانات المفترسة، بعد لحظات وجدوا الحيوانات قد احاطت بالإمام وهي تسجد لله سبحانه وتعالى. اقرأ التاريخ، هذا كلام مو من عندي، هذا الكلام موجود في التاريخ في زمن المتوكل العباسي، هكذا فعل. ولذلك تجد أن أقرب المقربين إلى حكومة المتوكل العباسي كانوا موالين للإمام علي الهادي، من سبب الفكر، من سبب الحجة. أنت تتصور حاجبه، أنا عندي بعض الأسماء الآن فقط أذكر لك: زرافة من حجاب المتوكل. الحاجب يعني شنو؟ يعني وزير الأمن. تعرف شنو معنى الحاجب؟ يعني وزير الأمن. يعني شنو وزير الأمن؟ يعني هو الكل بالكل بعد. وزير الأمن المتوكل العباسي اسمه، الوزير الأول اسمه زرافة، هذا وزير. في قصة كبيرة موجودة في كتب التاريخ، أنا الآن ما عندي فرصة أذكرها، كان من موالي وعشاق والمؤمنين بالإمام علي الهادي. بعد الوزير الثاني الرازقي أيضا كان بعد زرافة، كان أيضا وزير الأمن. سبحان الله، لأن هم يختارون وزراءهم من أفضل الناس وأبدع الناس وأذكى الناس، والإمام عنده الحجة. ولذلك تجد أن الوزير الثاني أيضا الرازقي كان أيضا من موالي الإمام علي الهادي عليه السلام. مسؤول عسكر المتوكل العباسي، رئيس الشرطة، شو تسموه أنتو؟ وزير الداخلية، ها؟ وزير الداخلية عندهم، نعم، أيضا كان من اسمه يحيى ابن هرثمة. هذا كان وزير الداخلية، رئيس الشرطة عند المتوكل العباسي، هذا من موالي الإمام علي الهادي عليه السلام. تصور. بعد تجد عنده سعيد الوزير الآخر، أيضا آخر وزير عنده. سبحان الله، يبدو الإمام كان عنده تأثير على وزرائه، وعلى مو بس على وزرائه بل على أولاده. نعم، على أولاده، أولاد المتوكل. أتعلم متوكل كيف قتل؟ من قتل المتوكل؟ الإمام علي الهادي عليه السلام نهاه، أتى إلى الإمام قال: يا ابن رسول الله، أبي يريد أن يقتلك وأنا أريد أن أقتله قبل أن يقتلك. ولد المتوكل
الإمام قال له لا تفعل. قال عجيب، هو يقتلك وأنا لا أقتل؟ قال لا تفعل، لا تفعل، لا لا، لسببين لا تفعل. أولا القصاص قبل الجناية لا يجوز، هذا عدل الإسلام. هذا أنت في قصة مسلم بن عقيل، أنت تعرف مسلم بن عقيل كان تحت سيفه عبيد الله بن زياد. عبيد الله كان في بيت هاني بن عروة، وكان سيف مسلم على رأسه، وكان ينحنح هاني بن عروة ادخل واقتل وخا، لم يفعل ذلك. بعد ذلك سأله لماذا لم تفعل؟ قال نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، ومثلنا لا يغادر. نحن مو أهل غدر، نحن مو أهل غدر. نعم، الإمام لم يأذن لابن المتوكل أن يقتل أباه لسببين، السبب الأول قصاص قبل الجناية، السبب الثاني شنو؟ قال له والله لو قتلت أباك لبتر الله عمرك. هذه سنة الله في الكون، أبوك أمك مهما كانت عندك مشكلة مع دينهم مع عقيدتهم عليك أن تحترمه. وإن جاهداك إلى آخر الآية، تعرف الآية؟ نعم، فلا تطعهما، ولكن شنو؟ في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. الإمام نهاه، طبعا فعل الرجل، قتل أباه، نعم، بمساعدة بعض الآخرين، بمساعدة بعض الجيوش الخارجية قتل أباه، وفعلا بعد 6 أشهر مات الولد. نعم، الإمام أخبره وقال يبتر عمرك، يبتر عمرك، وبتر عمرك. إذن ولد المتوكل كان متأثرا بالإمام زين العابد، بالإمام علي الهادي عليه السلام، كل من حول الإمام كانوا حججا على العباد، أبناء الإمام سلام الله عليه، محمده، حسينه. واقعا أنتوا يا مسلمين إذا ما قريتوا هذا التاريخ أنتوا خسرانين. هذا موجود، من زار مدينة الري في إيران، في طهران، هناك مرقد لشاه عبد العظيم، مرقد كبير جليل مجلل في جنب طهران، شاه عبد العظيم. هذا منو شاه عبد العظيم؟ هذا ابن الإمام علي الهادي، كان عظيما في علمه وموقعيته العلمية، كان جليلا من الأجلة. وهكذا باقي تلامذة الإمام، أحد تلامذة الإمام عنده 80 كتاب، تلميذ من تلامذة الإمام، نعم، اسمه صلوا على محمد وآل محمد. حسين بن مهران، هذا تلميذ الإمام علي الهادي، عنده 80 مؤلف، 30 تصنيف و50 تأليف. بس شو الفرق بين التصنيف والتأليف؟ هذا بحث كبير يعرفه الشيوخ في الحوزة. نعم، 80 مؤلف عنده وهو تلميذ الإمام. شوف 80 كتاب عنده تلميذ الإمام، واحد من تلامذة الإمام. أهم من هذا كله أم المتوكل العباسي. يوم من الأيام المتوكل العباسي بعث جنوده ليحاصروا الإمام الهادي. كان الإمام في معبده على مصلاه، دخلوا عليه، فتشوا البيت، فتشوا البيت، فتشوا البيت، كل ما تجدون في البيت ائتوا إلى المتوكل العباسي. فتشوا البيت، ماذا وجدوا في البيت؟ وجدوا في البيت مصلى الإمام، ووجدوا كيس من المال مختوم بختم المتوكل. الله أكبر، أتوا بالكيس إلى المتوكل العباسي، فأتوا بالإمام طبعا أسيرا مكبلا بيديه إلى المتوكل العباسي. سأله المتوكل من أين لك هذا الكيس المال؟ هذا مالي أنا، من شو جاب عندك؟ فقال لا أدري، اسأل والدتك، اسأل أمك أنت. فطلب فعلا، راح سأل والدته،
فقالت والدته: كنت في مرض عضال لا يمكن شفاؤك، عالجك الأطباء جميعا ولم يمكن معالجتك، فنذرت لله تعالى إن شافاك الله أن أعطي هذا الكم الكبير من الدنانير الذهبية للإمام علي الهادي. سأل والدته: هل كنت تؤمنين بهذا الإمام؟ قالت: نعم، ولا تؤمن أنت؟ أنت ما تؤمن، أنت لا تؤمن به، إن كنت لا تؤمن فأنا أؤمن به، وهذا دليل شفائك يا متوكل العباسي. نحن الليلة نسأل الله تعالى ونحن في ذكرى ولادة الإمام علي الهادي، كما في دعاء شهر رجب: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب، توجه إلى القبلة، أسألك سؤال مقترف مذنب، قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبة يا الله، ومن النار فكاك رقبتي والعفو عما في ربقتي. ليلة عظيمة، بدأنا نقترب من ليلة الرغائب أيها الأحبة. ليلة الرغائب يعني ليلة الحاجات، ليلة قضاء الحاجات، الخميس الأول من شهر رجب المرجب إن شاء الله بعد الصلاة وبعد الإفطار للصائمين سنقرأ أعمال ليلة الرغائب إن شاء الله، وسنذكر لكم حديث رسول الله: حرام على الأمة الإسلامية أن تخسر هذه الأحاديث عن طرق أئمة أهل البيت. الآن تعال اسأل الناس هل يعرفون ليلة الرغائب؟ هل يعرفون في المساجد؟ هنيئا لمن يعلم صلاة ليلة الرغائب المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله سنصليها هذه الليلة، وقد وعد رسول الله أن تكون هذه الصلاة على شكل جميل، رجل جميل يأتي إلى القبر فيؤانسنا في غربتنا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. أخواني أخواتي، لقضاء الحاجة الله تعالى الآن تبادر إلى ذهني هذا الأمر. أقول لكم الليلة ليلة الرغائب، هناك أخت فاضلة تحتاج إلى بعض المساعدة منكم. بعض المؤمنين أخبرنا، أنا الحقيقة ما أقدر أسمي لأنه احتراما للناس وكرامة الناس وقيمة الناس، لكن من أحب منكم أن يحسن الله إليه فليحسن الليلة إن شاء الله، لأن الله تعالى يحب المحسنين. لو كان شيء نعم من
من جهدك الخاص ولو كان أمر عسير عندك. أنا سمعت أن هذه الأخت الفاضلة تحتاج إلى الألوف، عندها ديون تراكمت عليها. نعم، عندنا بعض الأحبة الآن موجودون أعضاء الجمعية الكرام، من منهم تعرفه يمكن أن تأتي إليه بسر كما تحب وتعطيه ما يكون لهذه الأخت الفاضلة إن شاء الله. أحسنوا فإن الله يحب المحسنين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. ارفع يديك إلى الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم أد ديوننا، اللهم وفقنا للخير والعمل الصالح، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم اجعلنا من المحسنين يا الله، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم أحسن إلينا في هذه الليلة يا أرحم الراحمين. إلى أمواتنا وأمواتكم، والمؤسس رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحبائي كما تفضلوا، الآن نصلي صلاة المغرب فقط ثم نذهب للإفطار، بعض الإخوة صائمين إن شاء الله، ولا نتأخر في الطعام كثيرا، وبعد ذلك نأتي لأعمال ليلة الرغائب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأخ الأدنى.